ما أريد هو أن أقول أن السي بن قيد راه هو كذلك ماشي غريب عنا، أنا أعرفه وهو تلميذ، هو تلميذ، أعرف والده وأعرف عائلته ولي قرابة مع عائلته وهو يعرف ذلك، إنما ما أريد أن أقوله عبر من خلال هذا المنبر أن السي بن قيد يجب عليه ألا ينسى بيت المبدع، أقول ألا ينسى بيت المبدع، لأن بيت المبدع عندما تأسس في هذه المدينة كان يبحث وما زال يبحث عن أبناء المدينة، كان وما زال يبحث عن المبدعين في هذه المدينة، فما أحوجنا إلى من يشجعنا يا السي بن قيد.